هاي الصورة لما تهاري. تهاري هاي كانت تتعاون مع المخابرات الألمانية وصفوها الاستخبارات الفرنسية. قتلوها قتلوها مثل ما قتلوا بقلاوة. شايفة لك يا عزيزة الشغل مع الاستخبارات شو نهايته؟ يا حرام يا حرام يا بقلاوة، راحت عليها من كيس. أنا عمل لك هذا الحكي عشان تديري بالك على حالك، لأنك ما بتهوني علي. عزيزي أنا إذا بشوف النار عم تقرب عليكي والله العظيم بركض بجسمي وبطفيها. بتعرفي ليش؟ لأنك ما بتهوني علي. ديري بالك ديري بالك على حالك، الله يرضى عليك. عزيزي عم تقول إنه خلافكم ما له علاقة بشغلنا، مو هيك؟ اي نعم، وقال كل شيء بيمشي حسب الاتفاق، وبغاجة بتضل عندي. ها وهذا اللي عندي كون بينكم انتو اثنين ما في شيء تغير، لأنه أنا ضابط الإيقاع وكل واحد منكم يحجز لي نمرة عنده. ليش شو بدك تعمل نمرة جديدة؟ لك أنا لك عمي ولك أنا حمية، وأنا اللي ضابط الدم والتك شبكون. شو هالنمرة الجديدة بقى؟ هات نشوف نمرة جديدة اسمها عزيزة الجديدة وخطوة عزيزة. يا عزيزة يا أكبرني ربك. على هذا المرسح رح أجيب طبال أخو أخته ورح أرجع جوقة مثل ما كانت أيام زمان وأحسن بإذن الله. يعني بفهم منها إنك أنت اعتزلت دق دربك يعني؟ يا أبو سهيل أنا ما اعتزلت، عم ريح إيدي بس ورح أرجع أستلم إدارة الجوقة الجديدة. وشو رح تسمينا ياها على البركة؟ جوقة عزيزة حمية. وليش مو جوقة منيرة يا أبي؟ مظبوط، منيرة خانون بحق لها لعيك. منيرة مو هي الفرجة الجديدة؟ معناها أنا يلي رح أرقص كمان مع حضرتك. لك اسمع مني وخليها منيرة وريح راسك من كل هالقصة. بعدين منيرة خطي، لازمها فرصة. لازمها ولا مو لازمها؟ لا لازمها عيك. يجبر بخاطرك سيد أبو سهيل. عزيزة هي اللي رح ترقص. يعني بفهم منك يا أبي أنه تصالحته؟ عزيزة حمية مو عزيزة أخوها. يا أبي يعني أنت متعاطي شيء آخر شيء من عندي مدخنه يعني حتى ما عم تجمع من هي عزيزة؟ لا عادل، أنا حمية، أنا اللي كنت حمية ولساتني ورح أضل حمية. من اليوم ورايح عزمي نسوان هو اللي رح يرقص بدال عزيزة. بحياة أختك بدك تقلب لنا عزمي نسوان لعزيزة؟ شو بدها تزبط معك هي؟ متعاطي، قلت لك إنه متعاطي. قدي ودلقي مالك شايفني يا أبي، حرام عليك اللي عم تعمله فيني، حرام عليك. شو حكيت أنا؟ عزمي هو عزيزة. طلع الفرمان